السلام عليكم طلاب الصف الخامس الأساسي، نلتقي اليوم لنشرح درسا جديدا من دروس الإملاء بعنوان التاء الطويلة في الاسم المفرد صفحة 109. اقرأ النص التالي: يسكن إياد الصغير في بيت جبلي بعيدا عن المدينة بيروت وملاهيها. شكى إياد يوما إلى والده ما يعانيه من وحدة وسأل، فأحضر له أبوه خروفا ربطه تحت شجرة التوت. أخذ الخروف يطهو، فوقف إياد قبالته صامتا فرحا بالصوت الجميل. والآن سنستخرج الكلمات المنتهية بتاء طويلة ونصنفها إلى مجموعات. المجموعة الأولى: بيت، تحت، صوتي. نعيد الكلمات: بيت، تحت، صوتي. من كم حرف يتألف كل منها؟ يتألف من 3 أحرف. ما حركة الحرف الأوسط فيها؟ إنه السكون. ماذا نسمي هذه الكلمات بيت، تحت، صوت؟ نسميها أسماء مفردة ثلاثية ساكنة الوسط. كيف كتبت تاؤها؟ كتبت تاؤها طويلة. لماذا؟ أستنتج: كتبت التاء طويلة لأنها في آخر الاسم المفرد الثلاثي الساكن الوسط. بعيدا عن المدينة بيروت وملاهيها. المجموعة الثانية: كلمة بيروت، أهي اسم مفرد أم جمع؟ إنها اسم مفرد. بما سبقت التاء فيها؟ سبقت بحرف الواو. هل جاء حرف الواو حرف مد؟ نعم. أستنتج: كتبت التاء طويلة لأنها في آخر الاسم المفرد وسبقت بحرف مد طويل الواو أو الياء، مثال كلمة كبريت. فوقف إياد قبالته صامتا فرحا. المجموعة الثالثة: كلمة صامتا، هل هي اسم مفرد؟ نعم، إنها اسم مفرد. أمذكر أم مؤنث؟ إنها اسم مذكر. ما الفعل الماضي منها؟ الفعل الماضي منها صمت. تاؤه أزائدة أم أصلية؟ إنها أصلية. أستنتج: كتبت التاء طويلة لأنها في آخر اسم مفرد مذكر مشتق من فعل ينتهي بتاء طويلة. صامت، صمت. والآن أعلل كتابة التاء الطويلة في كل من الكلمات التالية: حانوت، ساكت، زيت.